عندنا النهارده جنوب افريقيا وكوت ديفوار، المباراه الاولى النهارده اللي اتلعبت الساعه 4:30. اصل حضرتك بتتكلم على ماتش تنس وحرك كمان وعمل تحليل اداء وتحركات اللعيبه بتاعت تونس كمان. لا بس طبعا انا يعني عايز اخد منك حته برضو مباراه تونس. اتفضل. واضح قوي الفرق البدني في تونس في الشوط الثاني، هو ده اللي اثر على الفريق. لا التكتيك كمان اللي لعب بيه المدير الفني في الشوط الثاني ضغط تونس، خلاهم ان ما يتقدموش بشكل صحيح كبير. صحيح. انت اتكلمت في الجزء الفني مع مستر مانو. انا عايز اكمل النقطه. الميس باس اللي حصل لفرقه تونس في الشوط الثاني كتير على فرقه زي كده، كتير على انت بتتكلم على فرجاني سيسي كمان في تغييره في التوقيت ده، لان انت كنت حاسس ان المباراه خلاص بقت بتاعتك. لا فرقه اجوت كان طول الماتش موجوده، طول الماتش انت عندهم سرعات عاليه، عندهم سرعات عاليه جدا، فانت ان انت تضحي بفرجاني سيسي بعد فتره طويله قوي ان هو تنزله في مباراه زي دي فيها السرعات العاليه دي، مع هو بقى له فتره ما بيلعبش. المباراه كلها قلبت عليك، المباراه كلها بقت حتى التغييرات كانت متاخره، التغييرات متاخره. وكمان اكتر حاجه قابلت فرقه تونس النهارده 4 ميس باس بعد الهدف قلبوا المباراه خالص. بالظبط، برافو عليك. استاذ ايهاب، طبعا النهارده كان في جنوب افريقيا وكوت ديفوار، مباراه كانت النهارده يمكن مباراه متكافئه بعض الشيء، لكن كوت ديفوار بتقول انها موجوده وبتظهر الوجه الاخر في كاس الامم الافريقيه بفرقتها الجديده اللي عاملاها النهارده. نشوف تشكيل كوت ديفوار. ده تشكيله كوت ديفوار اللي لعبت النهارده. زي ما احنا سيلفان جيبوهو، سيرجيو اورير، واسماعيل تراولي، ويلفرد كانون، وكلوبالي، فرانك كيسيه، وسيري دي، نيكولاس بيبي، ميشيل سري، ماكس جرادل، و كوجيا في الهجوم. واكيد يعني كوجيا ده مفاجاه كبيره جدا في البطوله، وهيعمل اداء قوي جدا، وانا متوقع له ان هو كوجيا دوت زميل المحمدي في استون فيلا وهو اللي احرز الهدف. طيب نشوف تشكيل جنوب افريقيا النهارده. يمكن جنوب افريقيا كابتن خالد اللعب اللي هو الانجليزي القديم جدا جدا، والمدير الفني الاسكتلندي بتاعهم. نعم. طيب حراسه المرمى ويليامز، في الدفاع نبتدي بمخيزي وسولاني هيلتشوايا ومخانوازي واهلي، ديان فورمان، مكوجو، مابوي، وزواني، وليبو موسيبا، وبيرسي تاو. ده تشكيله جنوب افريقيا مع كوت ديفوار، والمباراه انتهت بفوز كوت ديفوار بهدف لا شيء. طبعا المنتخب الافريقي من المنتخبات الثقيله، بيمر بحاله من تغيير الجلد، ادوا بشكل كويس. منتخب جنوب افريقيا يعني فرقه بتيجي مع الوقت، ولكنها مش من الفرق المرشحه للقب عكس الفريق الايفواري اللي ادى بشكل كويس واللي ظهر بمضمون كويس النهارده. معظم الفرق الخطوات الاولى بتاعتها ما بيظهرش فيها كل حاجه. لسه الفرق ما ظهرتش بالشكل الكبير جدا. فرق بتحاول تادي وبتحاول تزيد وبتحاول تعمل تبقى موجوده، لكن لسه المباراه الجايه كل فريق هتشوف مباراه ثانيه مختلفه تماما، خاصه ان في بعض الفرق نجت في اللحظات الاخيره، مثلا زي المغرب. النهارده صح العك خلصت بدري، اكبر نتيجه اللي شفناها امام موريتانيا، مدغشقر عامله طبعا يعني مفاجاه، اول مره بتشارك وبتعادل 2-2. فانت عندك بعض النتائج، كل ده لسه هنشوفه مع الدور الاول. تمام، عايز اخد كابتن خالد بيبو على كوت ديفوار، شفتها ازاي النهارده سريعا؟ لان لازم اتكلم على الكاميرون عشان عندي تقرير مهم جدا مع سيدورف المدير الفني للمنتخب الكاميروني. انا يعني برضو معلش عارف وقتك. اتفضل. انا من الناس اللي ما بتحكمش على الفرق من اول مباراه، لازم بس الفرق يعني بيبان شكل. لا يعني تتعرف. لو بتتكلم على مالي، لا مالي نورت، بتتكلم على السنغال نورت، سهل عاجل. انا مش بس شايفة. المنافس برضو اللي قدام مالي يا كابتن يعني موريتانيا. لا 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 يعني انا بص بس ادت بعد اول نص ساعه اختلف اداء باينه. لا انا سهل عاجل، انا مش شايف الفرقه الثقيله اللي انا قلق منها اخاف منها على مستوى خطوط، على فكره خطوط كلها
النهارده انت بتتكلم على جنوب افريقيا، حتى بنقول بعيد سرعات يعني انا حاسس ان الفرق اللي بتلعب في فرق بتلعب في جنوب افريقيا في الدوري اسرع بكتير قوي من المنتخب. وده كان واضح ان من خلال المباراه، يعني احنا في مصر وزيمبابوي كل الفرقه اللي بتلعب في دوري جنوب افريقيا كان رتمهم سريع جدا. خلي بالك تاريخ مجهد.